أكثر من مليار يورو قيمة صفقات قامت بها الفرق الإيطالية. اليوفي يتسلح برونالدو من أجل الهيمنة، وأنشيلوتي على الخطوط مع نابولي، وروما يحاول التحدي رغم رحيل نجومه، وميلان تسعى إلى استعادة هيبتها مع إيغواين. بعد الحديث عن الصفقات والنجوم، كيف ستؤثر هذه الثورة الإيطالية على واقع رياضي واقتصادي سيء عاشته الفرق الإيطالية بعدما انغمست بعض منها بتهم الفساد المالي؟ أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي خط التماس. مع انطلاقة الدوري الإيطالي شغف وإثارة أكثر من مواسم سابقة، صفقات وتعاقدات بأكثر من مليار يورو، ففي السنوات الأخيرة تحولت مسابقة الدوري الإيطالي إلى أقل حماسة وإثارة، وسرعان ما تفوقت عليها دوريات أوروبا. ونبدأ مع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على بعض الانتقالات والصفقات التي تجعل الدوري الإيطالي بنسخته الجديدة محط أنظار العالم. الدوري الإيطالي انطلق بحلته الجديدة، فقد شهدت إيطاليا صيفا حارا ومليئا بالشغف والإثارة في أعقاب صفقات وتعزيزات تقدر قيمتها بأكثر من مليار يورو. السيدة العجوز استقطبت الأنظار بعد أن ارتأت بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، تعاقد تعددت مكاسبه، صفقة يعتبرها البعض مفيدة للدوري. موريسيو ساراي قام بحزم أمتعته متوجها إلى فندق الطليان في العاصمة لندن، وتولى مكانه كارلوس أنشيلوتي ليقود تدريبات نابولي، مع بقاء بعض العناصر وانضمام بعض اللاعبين بصفقات رائعة. ومن الجنوب إلى الشمال، فقد عادت بارما إلى الدوري الممتاز، فقد أبرمت أكثر من 11 صفقة، وقد عززت إيسي ميلان خطوطها الهجومية بالأرجنتيني هيغواين. فهل هذا النشاط سيعيد المنافسة والقوة للدوري الإيطالي؟ إذن بدأ الدوري الإيطالي، وعن هذا الموضوع ومواضيع تتعلق بالدوري الإيطالي أرحب بضيفي في الاستوديو البروفيسور فؤاد عودي، رئيس نقابة الأطباء المغتربين في إيطاليا. أهلا ومرحبا بك. وأيضا نرحب عبر سكايب بضيفنا فراس السعيد، وهو رئيس رابطة مشجعي يوفنتوس في الأردن. أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا فيكم جميعا. بروفيسور فؤاد، يعني أنت تعاشر وتعاصر الدوري الإيطالي، بداية كيف تصف بداية الدوري وأيضا هذه الانتقالات؟ هل بالفعل هي بداية لمستقبل جديد في الكرة الإيطالية، بالأخص بعد صفقات من التعاقدات مع لاعبين وأبرزهم كريستيانو رونالدو؟ بنتأمل فيه، لأنه الدوري الإيطالي زي ما يعني الكل بيعرف في المدة الأخيرة للأسف في مشاكل كتيرة في عدة مجالات. يعني أغلب اللاعبين المشهورين في إيطاليا كانوا ذهبوا للخارج عشان يلعبوا في الفرق الأوروبية، وفي نفس الوقت في للأسف موضة الفساد في الفرق الإيطالية في عدة مجالات. يعني في الملاعب الأخيرة في اليوم، وإذا بنروح على الملاعب الإيطالية فاضية، مش فيش جماهير زي أول. في نفس الوقت لما كان عز الدوري الإيطالي لما كانوا يجوا من البرازيل ومن الأرجنتين. هل صفقة كريستيانو رونالدو تذكر بفترات سابقة، على سبيل المثال انتقال مارادونا وعلى ما شابه؟ يعني أنت تعيش في إيطاليا، يعني صف لنا الأجواء هناك في مع بداية الدوري وأيضا مثل هذه الانتقالات. الكل بتأمل في هذا، بس حسب رأيي صعب أنه يرجعوا الدوري الإيطالي زي ما كان في سنة 80 و90 لما أجا مارادونا وزيكو وفالكاو وسوكراتيس من البرازيل، لأنه كانوا في نفس الوقت كانوا يعني لاعبين مشهورين قويين كتير. اليوم للأسف في الفرق وشفنا في كاس العالم الفرق القوية ما فيش عندها نجوم زي أول، عشان هيك حسب رأيي المشاكل أخرى في الجيل الجديد، يعني مش مركزين على الجيل الجديد عشان يسووا نجوم زي ما سووا مع باجو مع إنزاغي. سنتحدث أكثر عن الموضوع. فراس، يعني أنت رئيس رابطة المشجعين ليوفنتوس، هناك من يعتقد ويقول أن فريق يوفنتوس هو أكثر الفرق اقتصاديا قوة بالدوري الإيطالي، ولذلك استثمر العديد من الأموال، ولكن الأوضاع الصعبة لباقي الفرق تشهد ذلك أيضا في الانتقالات.
كيف تعقيبكم على هذا الموضوع؟ وأيضا كيف تصفون صفقة كريستيانو رونالدو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد يعني من التفريق بين أمرين يعني لكل متابع في الكرة الإيطالية عموما. هناك شقين في الكرة الإيطالية حاليا، يوفنتوس في ليفل والكرة الإيطالية في ليفل آخر. يوفنتوس اتجاهاته الاقتصادية والرياضية تبتعد تماما عن باقي الفرق الإيطالية. يوفنتوس حتى موضوع يعني اللوجو، تغيير اللوجو، بناء الملعب، عمليات الاستقطاب التي وعد فيها الرئيس أندري أنيلي وتم تطبيقها في العام هذا 2018 باستخدام أكبر اللعيبة في العالم. يوفنتوس اقتصاديا بعيد تماما عن إيطاليا، حتى الفكر اللي ماشي عليه النادي مختلف عن الآخرين. الآخرين يعني يعيشوا مرحلة يعني زي ضياع كروي، يعني زي أندية ميلان وإنتر ميلان. نعم. وحتى روما أصبحت طموحات تتعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، مسلم الرأي تماما ليوفنتوس. يوفنتوس صفقة رونالدو بالتأكيد هي صفقة اقتصادية رياضية تسويقية من كل نواحي ممكن تأخذها، وهي بالتأكيد ستصب في مصلحة يوفنتوس أولا والكرة الإيطالية عموما. يعني دكتور فؤاد، بروفيسور فؤاد عفوا، هل نتحدث يعني عن كما تحدث ضيفنا فراس عن فوارق واضحة في الدوري الإيطالي بين الفرق وبين في يوفنتوس؟ هل يوفنتوس إمكانياته الاقتصادية أقوى، وهل بالفعل الأزمة الاقتصادية ما زالت تحوم هذا الدوري؟ في المدة الأخيرة في آخر سنين اليوفنتوس كانت يعني قوية لعدة أسباب. الميلان، أنا مشجع من الميلان، يعني من سفرت لإيطاليا لحب لكرة القدم لإيطاليا. الميلان كان بيرلوسكوني من ناحية مادية قوي وجاب لعيب كتير، وإذا متذكر فان باستن وتعين هولندا وتعين البرازيل، يعني سو عز. هسا بالنسبة لليوفنتوس في الليفيلو شوية أعلى من الفرق الثانية من ناحية اقتصادية، وبعدين الفريق بيربح لأربع أسباب: من ناحية المدرب، من ناحية اقتصادية، من ناحية اللاعبين اللي عنده، وطريقة لعبه. اليوفنتوس طريقة اللعب اللي عنده تغير وتحسن كتير. احنا لما جينا على ايطاليا اول سنة كان ايطاليا بس في الدفاع، تلاقي عندهم الدفاع قوي، هجوم ضعيف، حارس المرمى قوي، الدفاع قوي، واللعب الإيطالي بس في الدفاع. الميلان غير كل أسلوب إيطاليا في مع ساكي، مدرب اللي أشهر مع بيرلوسكوني، أشهر الفريق الميلان، وربحوا كتير يعني في فترة هذيك. عشان هيك حسب رأي اليوفنتوس عملت مليحنا جابت كريستيانو رونالدو، بس حسب رأيي لا يكفي انه نرجع الدوري الايطالي زي ما كان في السنين يعني السابقه. يعني تحدثت عن السنين السابقه، ولكن بلا شك يعني انتم ايضا مشجعون للكره الايطاليه، والجميع يعرف ان مشجعي الكره الايطاليه هناك متعه لكره القدم. سناخذ ايضا موضوع اخر. كره القدم في ايطاليا هي قصه عشق وغرام، ولكن تواجه هذه اللعبة التي يعشقها الإيطاليون حالة من الصعوبات، ودائما ما تخشى الجماهير أن تقع الفرق في مستنقع فضائح الفساد. وقد تراجعت في السنوات الأخيرة الفرق الإيطالية والتي تملك الروح القتالية عن المنافسة في القارة الأوروبية. وبين محطات الفساد والأوضاع الاقتصادية يتساءل البعض، هل صفقات هذا الصيف وإسراف الأموال تشير إلى مستقبل أفضل؟ أم عقد الصفقات قد تعيد فضائح الماضي لتنجرف مرة أخرى بوحل الفساد؟ إليكم هذا التقرير عن تاريخ الكرة الإيطالية لقضايا الفساد التي حامت حولها. واجهت الكرة الإيطالية مراحل صعبة، ودائما ما وقعت فرقها في مستنقع الفساد، فضائح دفعت ثمنها الفرق الكبيرة قبل الصغيرة، عقوبات أدت إلى تراجع قيمة الدوري. أولى قضايا الفساد كانت في عام 1927، حيث تم تجريد فريق تورينو من اللقب بعد الكشف عن تلاعب بنتيجة المباراة. في عام 1980 تقرر هبوط ميلان ولاتسيو إلى الدرجة الثانية عقب إدانتهم مع فرق أخرى بالتلاعب بالنتائج ومراهنات غير شرعية. في عام 2006
كانت الفضيحة الكبرى، حيث بحث المدربون عن تحقيق الفوز في المباريات عن طريق إجبار وترهيب الحكام، وعوقب يوفنتوس بشكل صارم حيث هبط للدرجة الثانية وجرد من لقبين للدور الإيطالي، فيما خصمت نقاط من ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وريجينيا. هكذا انجرفت إيطاليا في وحل الفساد. قضايا الفساد والأزمات الاقتصادية كانت عاملا في تراجع الكرة الإيطالية، وفي الفترة الأخيرة تعيش كرة القدم الإيطالية فترة غير مألوفة بعد الاستثمار والقوة الشرائية. فهل يبشر الصيف الأخير بمستقبل أفضل، أم سيشهد الدوري محطة أخرى من محطات الفساد؟ نعم، هذه الصور الرائعة لتاريخ الكرة الإيطالية. يعني فراس، بداية، هل بالفعل الصفقات التي قامت بها يوفنتوس وبالأخص صفقة كريستيانو رونالدو تشير إلى مستقبل وبداية جديدة في القارة الأوروبية، أم هي محطة أخرى بمحطات الفساد؟ ونحن سمعنا في التقرير عن جريمة الفساد الكبيرة التي كانت في عام 2006. أول شيء هي موضوع يعني تسمى جريمة كبيرة 2006، وأنا أسميها المؤامرة الكبرى ضد يوفنتوس في عام 2006، خصوصا بعد غياب الأب الروح ليوفنتوس جياني أنيلي وأخوه أمبرتو أنيلي عن الحياة، فصار عملية تفريغ داخل النادي وتصفية حسابات من قبل أشخاص معروفين، والقضية تم استئنافها وظهرت تحضير مدعي بلاتزي في العام 2010 أداء أندية أخرى. بعيدا عن هذا الموضوع ولا ندخل في تفاصيله، لانه انا ما زلت مصر انها مؤامره كبرى ضد يوفنتوس كانت، وهي العقليه الايطاليه بالمناسبه اللي بتدور عن عمليه سداد الدين بين الانديه بطرق خارج الملعب. كل انديه في العالم وكل دوريات العالم انا متاكد انه فيها عمليات فساد كروي اذا اسميناها، ولكن زي ما نحكي مثلا زي الليغا الاسبانيه استثمروا في 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 فكره ومشروع برشلونه وريال مدريد واظهار الكلاسيكو بالطريقه اللي ظهرت، عكس عقلية الطليان اللي عايشين على مبدأ جز الفضائح وتصفية الحسابات. حتى قضية سنة 1927 التي أدين فيها نادي تورينو، القرارات اتخذت فيها وقتها إنه مثلا نادي تورينو تجريده من اللقب ولا يعطى اللقب لأحد. في 2005-2006 تم إعطاء اللقب للإنتر مثلا 2005. ففي يعني معايير تتبع تكون قضية غريبة يعني. هل هو بالفعل بداية لمستقبل أفضل على القارة الأوروبية؟ اليوفنتوس هو معيار تقدم الأمة الإيطالية، يوفنتوس تقدم، الباقي نعم. عليهم أن يلحقوا في الركب. اليوفنتوس ماشي في موضوع التطور والمضي نحو يعني الوصول لمستوى الأندية الأوروبية في المنافسة، الباقي على الأندية الإيطالية هم المسؤولين عن موضوع ترهل الكرة الإيطالية. نعم فراس، يعني أريد أن نتوجه أيضا لضيفنا بروفيسور فؤاد، يعني وأتحدث عن تصفية حسابات، هل بالفعل هناك تصفية حسابات، وهل مثل هذه القضايا قضايا الفساد تؤثر اقتصاديا على الفرق وأيضا على مستوى الكروي للدوري الإيطالي؟ في منه، خصوصا بين الفرق اليوفنتوس، ميلان، إنتر، روما، لاتسيو، نابولي، في تفريق بين الفرق اللي بتلعب في الشمال والفرق اللي بتلعب في الجنوب، زي نابولي زي فرق الجنوب بيساعدوهاش. في للأسف الفساد موجود في كل المجالات في إيطاليا، وفي نفس الوقت في مجال السبورت. يعني عنا المعروف إنه أغلب اللاعبة اللي بيوصلوا للميلان ولا بيوصلوا لليوفنتوس ولا بيوصلوا أخرى في واسطات، يعني في عليها، أنا بيشتغلوا معي أطباء كثير متخصصين في سبورت، ودكتور اللاتسيو بنشتغل كتخصصي في أمراض العظم، ويوميا بخرفني أشياء اللي يعني بيصير عليها نقاش يوميا. عشان هيك حسب رأيي بالنسبة للفساد هناك غير اللاعبين أخرى المدرب، وإذا شفنا نعم هي قضية كانت المدربين في عام 2006. يعني دكتور فؤاد، قبل أن ننهي فراس، يعني أريد أن أسألك سؤال يعني باقتضاب الجواب، فريق يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو هل يعود من جديد في القارة الأوروبية فريق قوي؟ يوفنتوس دائما موجود في القارة الأوروبية قوي. يوفنتوس خاض خلال السنوات الماضية نهائيين أوروبا، الحظ فقط وقف عاتر أمام الفريق. يوفنتوس دائما منافس على الألقاب، ما في نادي أعتقد في العالم في عام 2006 كان يهبط
ويتعرض لمؤامرة كبرى وتجريد كل لاعبينه، بعد 10 سنوات يحقق الألقاب، والآن ندخل في السنة السابعة من الألقاب المتتالية، لقبين نهائي شامبيونز ليج لعب على النهائي، وإن شاء الله القادم أنا أتوقع يعني سيكون مبهر ومذهل لعشاق السيد العزيز بإذن الله. فراس سعيد من الأردن، أنت رئيس رابطة المشجعين ليوفنتوس، شكرا جزيلا لك، وأيضا البروفيسور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء المغتربين في إيطاليا، أيضا شكرا جزيلا لك. ومع هذا الحوار والحديث عن الدوري الإيطالي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.